سعود المغسل بن بيشان بن نهيان بن بيشان بن نهيان ولكن بن بيشان بن سالمين بن سالمين سلام يا المغسل سلام يا بن بيشان. بيشان بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي تستاهل فوز المغزل بالشوط الرئيسي الانتاج الزمول. تستحق خير وعافية أبو بريك. بس في سؤال، المغزل ما معنى اسم المغزل؟ المغزل طال عمرك الوسم، وسمنا المغزل. مسمينه نعم. على شيء مهم، مسمينه على وسمه اللي على خده. يا سلام عليك، تستحق خير. المغزل وهو كفو الاسم ومثل الاسم صراحة والشعر. الله يطول عمرك، الحمد لله هذا توفيق من الله. نعم. البعير هذا وش سلالته؟ سلالته صوغان، بعيرنا اللي في الانتاج وامه الشايقة. بس انت الاسم هذا غالي عليك لان الوسم وشي يرمز لك، ما حطيته على مطيه كفونها تشيل الاسم. الحمد لله احنا اخترنا الاسم هذا على مطيه، لا نفكر فيها في بيعها ولا في يعني هو الوسم ما ينباع ولا ينعطى ولا اي نعم. نعم بعيد هذا له جماهيريه في الخليج ولهم مرشحين. ذكرنا بانجازاته قبل الليله. انجازاته خذ العام رمز المؤسس نفسه ورمز في دبي والرمز الثالث والسنة هذه الرمز الرابع والرمز الآخر في دولة المملكة السعودية. يضيف الرمز الرابع بنك من بنوك الإنتاج إن شاء الله في المستقبل. إن شاء الله مشيئة الله. الله يوفقك يا أبو محمد، ما قصرت الليلة مع المغزل ونفس سواق الأشواط. فوز المغزل وناموسي لمن تهدي؟ الحمد لله، أول شيء أهديه لمحبينا من دولة قطر ومن خارجها لجماهير اي نعم والى المركب السعوديه، واقول لهم ترقبون المهرجانات القادمه وان شاء الله القادمه افضل. في شيء يترقبون الانتاج المنتجين يقولون متى ان شاء الله بنشوفه انتاجه يعني؟ اي نعم في المستقبل يعني. ان شاء الله ان شاء الله، بيرته صغير ما هو كبير، لكن ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله ينتظرونا ان شاء الله. يعني نقول لهم لا، احنا كجمهور نطلب دامه فيه ان شاء الله ركض يتم يركض لين يعزل باكثر رموز حصيله ان شاء الله. لكن ان شاء الله نقول مسهيل الجاي ان شاء الله ترقبونا ان شاء الله. الله يوفقك، والفوز تهديه الى الوالد اكيد المتابع. نعم الى الوالد في منطقه جوده، الوالد محمد بن فهد بن بيشان صاحب الانتاج صاحب المغزل. اي نعم، وهو صاحب بعد الترتيب، احنا بعد الله ثم هو ما وصلنا المواصيل احنا وصلنا لها. شكرا يا بيشان وبيض الله وجهك، وشكرا جزيلا وموفق ان شاء الله. كل الشكر لك، كل الشكر لك.